السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجربة في الرسم، التواصل الشفهي في رحاب اللغة العربية على بركة الله. إذا هذه الصفحة وهذا النص ما عندكم، شو الأسئلة اللي نجاوبوا عليها إن شاء الله حتى هي ما عندكم. إذا طلبت الأستاذة من التلميذات والتلاميذ أن يرسموا لوحات لعرضها في المعرض الذي تقيمه المدرسة كل عام خلال حفل نهاية السنة الدراسية. أحضرت عائشة صباغة الرسم المائية والورقة المخصصة للرسم، وجلست ترسم إلى جانب صديقاتها وأصدقائها، كل واحد منهم يحمل في يده ريشته وأمامه كثير من الألوان. قالت الأستاذة وهي تتوسط الجميع داخل قاعة الأنشطة: قبل أن نبدأ، وأول ما يجب أن تعرفوه عن ألوان الرسم هو أنها تنقسم إلى ألوان أساسية وأخرى ثانوية. قال علي: وما دور كل نوع من هذه الألوان يا أستاذة؟ أجابت الأستاذة وهي تحمل في يدها بعضا من الألوان: أما الألوان الأساسية فهي الأحمر والأزرق والأصفر، وحين نمزج هذه الألوان كل اثنين مع بعضهما فإننا نحصل على الألوان الثانوية، ومنها البرتقالي وهو مزيج من الأحمر والأصفر، ونحصل على اللون الأخضر حين نمزج اللون الأصفر مع اللون الأزرق، وأخيرا يأتي اللون البنفسجي وهو مزيج من اللونين الأحمر والأزرق. نطقت ليلى متسائلة: وأين نرتب يا أستاذة اللونين الأبيض والأسود؟ قالت الأستاذة: أما الأسود والأبيض فهما من المنظور الفني لونان محايدان، وإذا مزجناهما فإنا نحصل على اللون الرمادي. هذه معلومة أساسية وجب أن تعرفوها قبل الشروع في عملكم، والآن هيا إلى العمل. انقسم الأطفال إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 5 تلاميذ من الذكور والإناث، ثم انطلق الجميع إلى العمل وهم متحمسون لرسم أجمل اللوحات. اختارت عائشة رسم شجرة والفة الظلال احتفاء بالبيئة والمحافظة على سلامتها من جميع أشكال التلوث. فراحت تمزج الألوان كما أوصتهم بذلك الأستاذة لتحصل على اللون الأخضر، وكل ما يعبر عن البيئة. ورسم حاتم مفترقا للطرق بالأضواء المنظمة لحركة السير لينبه بلوحته زوار المعرض إلى ضرورة احترام قانون السير. أما أسماء فرسمت قلبا كبيرا وبداخل مجموعة من الوجوه المختلفة الألوان لتقول للآخرين بأنها تحب الجميع ولا فرق عندها بين الناس مهما اختلفت ألوانهم وأجناسهم. كانت الأستاذة طوال فترة الرسم تتجول بين الصفوف وتساعد الرسامين الصغار على إبداء لوحات جميلة يكون لها الأثر الكبير في النفوس ونفوس من سيرونها في المعرض. وحين وقفت عند أسماء سألتها: لماذا اخترت رسم هذا القلب الكبير يا أسماء؟ أجابت أسماء مبتسمة: إننا جميعا يا أستاذة في حاجة إلى قلب كهذا الذي رسمت، يحب الناس جميعا ويتسامح مع الجميع. ربتت الأستاذة على كتف أسماء وقالت للرسامين الصغار: يا لكم من رسامين بارعين، لقد استفدتم من الدرس الأول في الرسم. إذا ما موضوع النص؟ ماذا طلبت الأستاذة من الأطفال؟ موضوع النص معرض للرسوم، وقد طلبت الأستاذة من التلاميذ رسم لوحات لعرضها بمعرض المدرسة في نهاية السنة الدراسية. إلى كم تنقسم الألوان؟ وما الألوان الأساسية؟ وما الألوان الثانوية؟ تنقسم الألوان أساسية وثانوية. الألوان الأساسية الأحمر الأصفر الأزرق. الألوان الثانوية هي مزيج من الألوان الأساسية، هي خليط من الألوان الأساسية. مثلا إذا أردنا أن نحصل على اللون البرتقالي نمزج اللون الأحمر مع اللون الأصفر، وهكذا لنحصل على الأزرق نمزج الأصفر مع الأزرق، لنحصل على الأخضر نمزج الأصفر مع الأزرق، وهكذا. كيف نحصل على اللون البرتقالي؟ نحصل على اللون البرتقالي
بمزج اللون الأحمر باللون الأصفر. إذا نقلو باش نكملو. نعم، ما الألوان التي تمزج مع بعضها للحصول على اللون الأخضر، على اللون البنفسجي، على اللون الرمادي؟ إذا الجواب اللون الأخضر الأصفر والأزرق، اللون البنفسجي الأزرق والأحمر، واللون الرمادي الأسود والأبيض. عرفت الأستاذة اللونين الأبيض والأسود من الناحية الفنية، وعرفهما من الناحية العلمية. نقول مثلا اللون الأبيض هو لون حسب المفهوم البصري لإدراك الألوان، لكنه بالحقيقة لا يحتوي على صبغة، إذ هو مجموع كافة الألوان في الطيف المرئي. يعني لاش ندير الألوان كاملين، لون واحد الورقة مثلا، ندير واحد القرص ولون قسمه، ولون فيه الصفر والخضر والأزرق وكذا وكذا جميع الألوان، ودورو بزاف، دورو بسرعة يدور، فغادي يبان لك كلشي بيض، لان الابيض هو خليط من الالوان الطيف كلها. اما الاسود في علم الفيزياء هو ما ينتج عن امتصاص الاشعه او الموجات الضوئيه، وانعكاس جزء منها فقط، والجزء المنعكس يكون هو المسؤول عن رؤيه لون الماء. المهم هذا تعريف علمي، فهمتي ما فهمتيش؟ انا ما فهمتش. ان الاسود يمتص، لاش مثلا في الصيف كتقول لك ماماك ما تلبسش الكحل الاسود، راه كيمص اشعه الشمس كتحت راسك، سولا لبستي البيض البيض كيعكس، اما الاسود يمتص. صافي، شكرا. اذا الى كم مجموعه انقسم الاطفال، وكم عدد افراد كل مجموعه؟ اربع مجموعات، في كل مجموعه خمسه من التلاميذ الذكور والاناث. اي رسم اختارته عائشه؟ وماذا رسمت أسماء؟ اختارت عائشة رسم شجرة وارفة، شجرة، رسم شجرة وارفة أو وارفة الظلال. ورسمت أسماء قلبا كبيرا به وجوه مختلفة الألوان. كيف كان تقدير الأستاذة للرسامين الصغار؟ أشادت الأستاذة بالرسامين الصغار وشجعتهم على الاستمرار. نعم، ألخص النص شفهيا انطلاقا من المهم نلخصه شوية. بمناسبة حفل نهاية السنة، طلبت الأستاذة من التلاميذ رسم لوحات لعرضها بهذه المناسبة، وقد قامت الأستاذة بتوضيح أنواع الألوان التي تنقسم إلى قسمين: أساسية الأحمر الأصفر الأزرق، وثانوية وهي باقي الألوان. كما عرفت اللونين الأبيض والأسود. انطلق التلاميذ في الرسم، فاختارت عائشة رسم شجرة وارفة الظلال، في حين رسمت أسماء قلبا كبيرا يضم أوجها ملونة. وفي هذه اللحظات الشيقة كانت الأستاذة تطوف بين الصفوف وتشيد، يعني تمدح وتشكر وتشيد بأعمال الصغار، وتربت على أكتافهم بحب وحنان. وفي الأخير أشادت الأستاذة بالرسامين الصغار الذين استفادوا جيدا من أول درس. يلا مقلوب. نعم، إذن هذا ملخص. ما المهارة الأكثر حضورا في النص؟ إذن المهارة الأكثر حضورا هي مهارة الوصف والحوار، أن تنتجوا نصا شفهيا آخر بأسلوب آخر، يعني غنديروا نص آخر مستعينا بمشاهد الكتاب وما استفدتم من النص المسموع. إذن أنا غادي ندير هذا هو نيس هو الملخص، نص آخر حنا عندنا الكتابي وعندنا كذا، إذن غنحتفظو بنفس هاد. إذا بغيت تبدل فيه بدل أو صوب واحد.
صلوا على رسول الله.